أرجو أن تعرفين بنفسك وكم سنة أنت بالمشروع، الرتبة، عدد الفريق شيء تقريبي يعني، والرسالة لنسائنا في كردستان العراق. وعليكم السلام، حياكم الله أخوتي. أنا أم ماريا من اليمن، ربة بيت، لا أملك شهادة ولا أملك خبرة في الحياة سوى أعمل البيت. أنا صف سادس الابتدائي لا غير. عرفت عن DXN إنه مشروع حياة، مشروع توريثي، وأنا همي الوحيد هي بنتي. ماذا سأترك لابنتي؟ سمعت هذه الشركة أن فيها نقاط تراكمية، والنقاط التراكمية لها رقم، والرقم هذا يورد على مدى البعيد. أنا عجبتني الفكرة ودخلت فيها ما شاء الله لي سنة ونص. أصبحت الآن ناسي تنفيذي، معي أعضاء تجاوز عددهم 1500 عضو، معي أكثر من حوالي 50 نجمة، يقول نجمة وكيل نجم، معي حوالي 30 أو 25 نجم يا قوتي، معي 2 سيتي، والآن الحمد لله تجاوز دخلي 1400 دولار، وأنا كنت لا أملك ريال واحد ما شاء الله، ولا عندي فرصة للحياة أنني أنجح فيها، والآن الحمد لله بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا، وبفضل DXN أصبحت إنسانة أعتبر نفسي أنني مميزة، لأنني انضميت إلى شركة عالمية وشركة صادقة ونظامها قوي وعمولاتها تورث، وما شاء الله دخل، ما شاء الله توريثي ودخل متنامي، يعني إذا اشتغلت على نفسي سنة أو سنتين فما هي خسارة. أنا شاورت بنتي إن شاء الله بعد عمر ندوي، وهذه رسالتي لجميع النساء في العالم العربي إنن يحذين حظوة DXN ويدخلن DXN بكل قوة، فDXN صادقة، ليس كذب وليس وهم وليس خيال. سبحان الله العظيم اللي ما قدرش واحد يحقق في حياته مع DXN يقدر يحققه. أم مريم، أنت المتأهلة لوحدك لو وياك أحد همينة متأهلة؟ أنا لحالي متأهلة، وحصلت على مقعدي، مقعد لي ومقعد لابنتي الحمد لله رب العالمين. قصدي يعني حصلتي النقاط ضعفين. تمام. أيوة. تمام. وعمل سهل وخفيف، وأنت جالس في البيت، ما في وظيفة، ما في دوام، ما في مدير، ما في شيء، أنت مدير نفسك فقط. تعلم الفكرة وعلم هذا الفريق الذي تحب أن يتعلم منك. تمام، نشكر.